سينا بوالحيار وسينا بونجور ياسر وخديجه واش راكم لاباس وبياسو لازم كل دي منتي بها لنا الصباح ولازم دي دوجور الماكله تكون بنينه يعني هذه ما تقولهاش ياسر وما تقولهاش لا انا قلت بنيونه شغل دوكا دخلت لها اوبسيون جديده اكزاكتو مليحه عجبتني هذه مشاهدينا اليوم كذلك جبنا لكم طبق شتوي راهو البرد والشتاء والسما راهو صافي لازمنا حاجه سخونه وتقنعنا كي ناكلوها حنديروا طاجين الزيتون الله اليوم نديروا طاجين الزيتون الله يعني بطريقه بوصفه الاصليه ديالو لانه بزاف يعني انا نشوفوا للاسف شديد وصفات يعني ولا مقادير تكون مخلطه ماشي هذيك هي تاع طاجين الزيتون لكن اليوم ان شاء الله راح نشوفوا الطريقه الاصليه ديالو حنشوفوا المكونات مع بعض اذا بيان سو كي نقولوا طاجين زيتون لازم يكون الزيتون دي نويوتي حاضر بقوه عندنا زيتون هنايا اللي ما فيهش بيان سو العظام دي نويوتي من زوع النواه نغلوه من قبل مليح مليح عده مرات باش نحولوا هذيك المروريه والملوحه ديالو عندنا بيان سو هنايا شويه تاع لافارين ومن بعد نوري لكم علاش حنعقدوا بها الطبق عندنا بصل هنايا حبه كبيره مقطعه في الرقيق عندنا هنايا زوج حبات زروديه كبار مقطعين دوائر عندنا شويه معدنوس مقطع في الرقيق وعندنا الباقه العطريه تاعنا اللي عفوا من عود تاع زعيتره وكذلك شويه تاع المعدنوس وكذلك ورقه تاع الرند وعندنا السمن واما بالنسبه للتوابل عندنا عود تاع القرفه مع شويه تاع الفلفل الاسود لانه حنديروا مرق ابيض ماشي مرق احمر وعندي هنايا فخد تاع الدجاج بيان سور وشويه تاع الملح هذه هي اذا ندوزوا طريقه التحضير نشعلوا بيان سور المرميطه ديالنا سخن اليوم مرقه بيضاء وي مرقه بيضاء ونديروا له مرقه حمراء علاش لا مازال كيما في الغرب يديروه بزعفران يديروه صفر نقدروا نبدلو بيان سور فيه بزاف وسيله كاين اللي يقولوا هذه هي كاين اللي يقولوا مرقه بيضاء وكاين اللي يقولوا مرقه بيضاء مرقه بيضاء ناس الجزائر هما اللي يقولوا مرقه بيضاء هما على الولايات الاخرين يقولوا مرقه مرق ابيض ولا مرقه بيضاء فوالا نديروا شويه تاع السمن هكذايا نخلوه يذوب شويه ايوا هكذا ينصهر في درجه الحراره واش نقول لك شوف انا من الاطباق المفضله ديالي هو طاجين الزيتون بيان سور كاين اللي ما يحبوش الزيتون بصح ياسر انا ناكل الزروديه خير الزيتون قولي والله ما تحبيش الزيتون ما تعرفش صلاحها ما نحبوش في هكا كي تكون هكا تاكليه في الشلاضه بالك في الشلاضه بصح بالك لو كان ذوقيه اليوم تشوفا شونجي دافي شكون شاف تعرفي يا خديجه صح دي بالك راح نجيبو ثاني شويه تاع قلنا حبه بصل تاعنا قطعناها في الرقيق ما تسكرفجوهاش باسكو تطلق لكم الماء ديالها تسمط لكم كما قلت لكم البنه تاع الطاجين تاعكم هكذا نقليو مليح البصل ديالنا ايوا راح نزيدو بيان سور نحطو هذاك الفخذ تاع الدجاج يتقلى لي مع البصل باش يطلق البنه ديالو هكا تقدروا ديروه باللحم غلمي تقدروا ديروه بالبقري كيما حبيتوا ونزيدو بيان سور نديرو له هذيك الباقه العطريه اللي قلنا فيها شويه تاع المعدنوس ورقه تاع الرند وعود تاع الزعتره هذا ما كان نحطوهم هنايا هكذايا يتقلاو كذلك نحطوهم توجو على جانب ثم ثانيت باش يطلقوا لازم باش يطلقوا البنه ديالهم في التقليه ونديرو بيان سور قلنا الفلفل الاسود وعود تاع القرفه هكذايا ديجا القرفه تطلق هذيك وي لازم شوفي كي تكون مرقه بيضاء لازم نديرو راح نديرو غير شويه تاع الملح ما نكثروش خاطر حتى ولو نحينا اكزاكتومون نحينا له الملح ديالو لكن تبقى يطلق شويه النسبه تاع الملح تقعد توجور فيه نديرو غير شويه وعيننا هي ميزاننا هذا ما كان هكذا نقليو كل شيء هكذا قولوا لي صبرتوا شويه واش حسيتوا بدرجه الحراره اللي تبدلت درجه الحراره تبدلت باش تصبر دارت من دقيقه صح يعني الله يبارك صبت بصح اللهم صيبا نافعا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فوالا ان شاء الله والله باسكو فريمون كنا محتاجين للشتاء بيان سور وجات بزاف نشوفوا يعني كانه رانا في الصيف سي فري ولينا نعيشوا الربيع وصيف يعني حتى الموت تلبس الصباح حاجه شكون شويه بروده خفيفه من بعد العشره تضرب خلاص ودوك الناس راهم يمرضوا على الجل اللي كيشوفوا الشتاء صح شونجمون دو كليما زيد حتى الحساسيه راهي دايره حاله خاطر الناس كيما قال لك يبدلوا من حوايج لبسوا نقصوا في الحوايج ومزعودوا لبسوا لا حتى نقولوا الناس تغرت كامل قال لك انا وحده من الحال هذاك السخانه شغل الناس كاين حتى اللي خبا حوايج الشتاء عما كان صح انا صرات لي انا خبيت كاع نحيت كاع الفيستات نحيتهم كامل وعاود جبت وليت نعاود نجبد درتي شغل روحك ولا غدرت الشغل يا خديجه
شوفي انا ما نحبش السخانه يعني ما نحبهاش. انا على جال هذه الحاجه بصح واش ديري؟ كلش مخليه بلا ما نخبي والله كلش قدامي يعني جاتنا شتا هكا سوبيتو مازال قال لك راني شفت لا ميتيو بلي الحال مازال يزيد يتقلب مازال هكا نقلو مليح 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 البصل تاعنا الباقه العطريه ديالنا في بسم الله الله ما داك الطريف تاع الفخ تاع الدجاج هكذا نقليو مليح ونزيدو نحطو مباشره نزيدو نحطو الزروديه تاعنا اللي قطعناها كيما نقولوا دوائر. كاين اللي يسقسو كاين يقول لك بالك نغلوها من قبل؟ لا لا ما نغلوهاش خلوها طيب في المرق هذاك ما تغليوهاش هكذا ها صح. الزروديه وسيله ما تدومونديش بزاف وقت باش لا ما تدومونديش كامله ياسر وقت كبير بالعكس بالعكس واحد 10 دقائق سي باطل بعد الزروديه تاع دوكا رايح الورا بنينه وطريه ماشي شارفه نزيدو نحطو برمي الخضر اللي يطولوا باش يطيبوا البطاطا لا لا البطاطا كونترير هي سهله ثاني عندك شوف زروديه كيما لفت سلفتي الا كانت برك شارفه ما طيبلكش تمتم وتسمط لك البنه مي سينو نو الخضره كاع طيب تمتم ما كاش عندك الزيتون ثاني حطينا هنا ثاني الزيتون ما غير شويه قليه وصلنا قص الريحه وصلنا للمرحله تاع المرقي وقيله واش تعجبك واش ديري واش ندير تيبتوم نديرو نتو نديرو نتو وجاي رمضان والله تفكرت على بالك ولا خديجة نستفزحو به في رمضان ان شاء الله ياك حنا اللي زاجا غير شطح الحم يا شطح حجاج يا المتوم والمتوم ما كاش كيما حنا معروفين نحطوه في ديزيام جو اه وي لازم هكذا ها نقليو كل شيء مع بعضه باش نمرقو وكاين على فكره اللي يحب يدير ثاني شامبينيون يمشي بزاف مع طاجين الزيتون اللي عنده شامبينيون ويحب الشامبينيون يدير الشامبينيون ثاني يعطي واحد البنه ولا اروع فوالا هكذا يا دوكا هنا مباشره نمرقو انيفو ما نكثروش بزاف المرقه باش يجي سوا سوا هكذا روحوا جيبوا لنا غير الخبز كنت سمعوا قال لكم جيبوا الخبز هكذا خلوه يطيب حتى يطيب لنا زروديه بيان سور ويدو الدجاج كذلك يطيب ويطرايتو باش من بعد هذيك نجوزو نعقدوه لازم نعقدوه بالماء والفرينه فوالا يعني هذه هي الوصفه الاصليه ديالو لكن كي تجيو ديروه احمر بيان سور لي زيبيس راح يتبدلوا الا درناه كذلك صفر لي زيبيس كذلك راح يتبدلوا لكن يقعد توجو غير الزيتون يعني والطرف تاع اللحم والزروديه لازم يكونوا حاضرين هذوما ما يتبدلوش هكذا ينغطوه ونخلوه يطيب نخليه وسيله هي الدوق اليوم اذا اليوم راح ندريسيو بيان سور كي العاده ندريسيو قدامكم نحطوا الله الله الطاجين تاعنا راهو طب الطبع نديرو شويه تاع لاصوص هكذا ديك الريحه واش نقول لكم واش نقول لكم الله الله يشهي بيان سور والمرقه خاطر الله الله ها نجيب الطرف تاع الدجاج تاعي هكذا نحطو الله الله ايوا تاع الزيتون وزروديه هكذايا هذا مكان ونجيب هذاك العود الصغير نحطو هنا برك باش ندريسي به شوفوا هكذا فقط هكذا فوالا نزيد ندير له شويه قارص هكذا قدامه حتى القارص يعطيه بنه بيان سور هكذا وندير له شويه تاع المعدنوس معدنوس لازم ها لازم بيان سور هكذا كيما راكم تشوفوا صوروه لي نشوفوا ها راني شفته خرج شباب المهم هذا هو الطبق تاعنا تاع اليوم كان طاجين الزيتون الله الله ثقيل خاطر بالطبع والشان كما يقولوا نتمنى انكم تجربوه سيدتي في دارك تجربيه لعائلتك وبعثونا حتى تصوركم وعلاش لا كي تبعثوا بالك فيها حاجه روتور هذه ذوقي بصح ذوق خلاص لازم يصرف وغير وغير غير انا نشهي الناس انا اليوم ما حبيتش نشهي الناس حبيت نخليك انت تبعوا معايا راني حنرفد حبيبه تاع الزيتون شويه تاع الزروديه مال الكرامي شلفطو مي بسم الله هاي ديتا شعل من نطيح المهم هاي ما تقولوش تروحوش كنروحو ديليسيو شكرا وسيله ما عندناش شك في الاطباق ديالك شكرا راح نزيد نشوفك في اعداد اخرى مع وصفات جماليه وحتى وصفات في المطبخ